السلام عليكم. السجود ديال اللاعبين المغاربه من بعد كل مباراه، واحد سماه بدعه في الجزائر وسال شيخا جزائريا فماذا كان رد؟ اش قال فيه واحد الشيخ جزائري؟ اسمعوا اش قال ونكملوا. وهناك يقول السائل: من حرم ذلك وبدعهم؟ شيخنا ما هدفا في المرمى؟ قبل ما نبدا الفيديو، هشام خضري اشكانيوز: المغرب اولا ولا غالب الله، عشان المغرب ولا عشان خنا، يعلم الله كم احبك يا وطني، والله كم ادافع عنك يا هذا الوطن. بداوا الفيديو. هذا لاعب مسلم في لما يسجل هدفا يمتلكه شعور رائع جدا، فهو يريد ان يعبر عن فرحه. النصراني يعبر بالاشاره الى الصليب، المسلم بماذا يعبر؟ يعبر عن اقدس شيء عنده، وهو ان يسجد لله. لا ايه تحرمها، لا حديث يحرمها، لا صحابي يحرم السجود لله. هذا سجود فرح، سجود فرح. وانا تعجبت اني سمعت. إذن هذا شيخ جزائري معروف، شيخ جزائري حاولوا أنهم يستفزوا المنتخب الوطني بالسجود ديالو، فقال بأن المسلم من كيعبر أعز عنده حاجة، أعز أحسن حاجة تعبر بها بالشكر ديالك والفرح ديالك هي السجود لله. فاللاعبين المغاربة والمنتخب المغربي حتى سمي منتخب الساجدين، الحمد لله، حتى أن رأينا شباب يسجدون في كل هدف من الأهداف، وهذا جميل. نرى اللاعبين المصريين، الجزائريين، التونسيين، السوريين، الأندونيسيين، كل المسلمين عندما يسجلون هدفا يسجدون لله. رأينا حتى المدافع، حتى أحد المدافعين الألمان وهو مسلم يمارس كرة القدم بفريق ريال مدريد يسجد عندما يسجل هدف أمام أعين العالم. جميل جدا. نهاية الألعاب الأولمبية بباريس كانت تتويج للحجاب. العداء حسن اللي هي ذات الأصول الأثيوبية المسلمة ذات الجنسية الهولندية التي فازت بماراثون باريس 2024، كانت آخر ميدالية ذهبية سلمت خلال الأولمبياد بباريس، صاحبته ترتدي الحجاب. وما النصر إلا من عند الله. شفنا كيفاش بدات الأولمبياد ديال باريس، شفنا كيفاش مرروا الألوان واللوبيا وإلى غير ذلك، لكن في الأخير بلا ما يحسوا كان العز للإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين في كل بقاع العالم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.